مشكلة كان عندي حد مصدور من البول، حساكم يومين ما بس احسن تقول الدار اخيرا قلت سالم داون السبيطار مهند خميس قط مرايح سماغ شي واحد ما كاين اطباء دي صدمو ولا ما كاينينش وخصي داك تسول شي واحد شي طبيب هنايا نعصو بالخلي عيبو نفسو لا واحد واحد السيد هو وراه قال لها هاد كان هاد الطبيب بقصاص عزيزة بقى كنتسنى فيه ملي جا طالع فوق باياس قلبني قال لها خصني ندير لك عملية قال لها ندير لك عملية صغيرة تقبض الكرسي وندير لك واحد السيو نفس بيه من بعد واحد الشهر ونحيدو له غتولي عادي كيما كاينش مشكل الله يرحم لك الوالد الناس نفسني في الساعات شدني طلعني البياض عراني و غازو ديال ديال الشمس خصها الاولى ديال سي وباش يدخل واخيرا هو يدير غازو بدا كيدور ريا حاجه وتخبو ليه نتقبو انا ما ديش مازد ما محصور ونغوص ربي الا خلق منك يصاوب لي بنت هذاك الغاز قال انا بغيت نعاون معاك صبر انا بغيت نوض تنفس بغاز دير التسيو هادي صبرت قال لي اضحك عليا كنينيخ ندير لك التسيو مشيت هاك لي كنينيخ خلص بداك هاد السنة فريد ديال الدويزة مشيت تماك دير لي التسيو ب 36 فريد وطيتو السلاف هنا هي 42000 موسم ما بقاش فيا الفوز ما ولات انا بهاد الليل هي هاديك الزيت كتب عليها التسيو جا في النفس فرحان مبقاش داكشي داك الحراك داكشي قال لها ضرب واحد الشهر ورجع عني ضرب شهر رجعت عنو قال لها شيش غدا قالت راه خصك دير العملية عمالة كتكفل شوية ديال الفلوس قلت بشحال اخو بشحال قال لي 3 مليون قلت راه ما عنديش ما خدامش قلت ليه وراه 3 مليون ما عندي ما غنجيبها ولا لا ما عندي لا المثال لا هادي لا هادي تصور معنا الله يجعل ربي يحفظك انا راه ما عنديش الله لا يخلصك لا تدير شي حسنة الله لا يخلصك وقال لي بقى شي فيا بزاف قال لي سيدي ود الناس ودرويش ومتساهلات قال لي عطيني 160 فري وندير لك العملية تيس كنتسلف ونقلف والوالدة مسكينة ساهية باقية في الحياة الله يرحمها قالت عندها شي شوية فلوس من البوصة جابت ليا تسو 100 فري قلت ليه قلت لها نكمل العملية المهم عفو كنا بعدا كندير العملية وغادي نستينا فرا نجيبها لك ماما هذا عندي دا اخا تسالي داني كلين دار معايا بس كلين هاي لي سيو اللي كان مركبو ودير سيو اخا قلت لي فين العمل قلت لي قال لي لا العمل عندك راه كبيره خص بغيت فلوس ما بقاش ندير لك العمليه قلت لصاحبي كنت تقول لي اولا ماشي دي سيو قلت له خليها سيو اللي كان لا سايت سيدي هذاك تيو درت ليه تيو 100 فريد راه بزاف عليا قلت قال لي ماشي اللي كان هو هذا المهم داني هذاك تيو صور هذاك تيو اللي كان اللي دار 100 فريد ضرب لي 3 ايام وتحيدني من الكرسي هذاك تيو تحيد مشيت رجعت عنه قلت تيو درت ليه راه تحيدني من الكرسي دابا اش غادي ندير قال لك انا ثقبه عندك في حجر بو منا وفعلا كان بو مدى التخبى اللي كان هادي كان بو منه وقلت لي دابا شنو مالو مالو قال لي اش غدير قال لي سير اخويا دير لي بلاكا دير لي بلاكا وجي لعندك الساس نشوف شنو عندك هاد المرض الان نبغيو ندير بلاكا رادو ب طلبوا لي 46000
فعلا كانت عندي واحد السنين سلسة يابسة، بس ندير لك بلاكة مشيت بات هاديك السنين سلا، مشيت باش ندير لك بلاكة عطاونا هاد التحليلة، قال لي هاد التحليلة ديرها لينا وجيب ندير الرادو، مشيت ندير التحليلة ديسها ليه وقال لي ودي، قال لي قال ما قدرش ندير لك الرادو علاش، قال لها فك الميكروب تفهم الميكروب اجي ندير لك بلاكة في بك وانا رجع عنه. قلت دابا انا دابا ندير بلاكة، قلت له راه بلاكة بغيت نديرها، وقال لي عندك ميكروب تتفهم ميكروب عاد عاد غادي ندير لك بلاكة. دابا اش غديري ردي جات سيو قال لي ما قربش لك ما نلهاكش لك ما ندير لك والو من الرشيد عندي الاخر الاخر. قلت دابا شنو مالو دابا شنو دابا بقى فهمك ولا شنو؟ قال لي لا نصيب داك بن ورش ديك الورقه اللي عطاها لي مشيت بن ورش هما يدوروا فيه. قال لي وقال لي كان تيكون لي كيسيب الطبيب ديال المخزن في كاين هادي لا وقت. قال لي مشيت للسبيطار ديال المخزن عمرو خد الورقه عاد جيت تبع معنا هذا الشيء اللي درت. اللي داير اخويا كنطلب من الله ولا كان شي محسنين يتعاونوا معنا، وهذا السيد هذا رضي الله ياخذ فيه الحق.